احنا اليوم بصدد تقديم تقييم للترتيبات الاوليه بالنسبه للنسيج الجمعوي لراس الانتخابات فيما يخص الملاحظه ديال هذه المحطه الانتخابيه. طبعا نريد هذه السنه كما في السنوات السابقه منذ 2002 ان اولا نعبئ الملاحظين والملاحظات على الصعيد الوطني، لأننا نعتبر بأن عملية الملاحظة هي عملية تساهم في تقوية الوعي بمفاهيم الديمقراطية وبكل ما يتعلق بالمواطنة. ولهذا عندنا الآن وصلنا لما يزيد على 2600 ديال الملاحظين والملاحظات موزعين على الصعيد الوطني، كيغطيو جميع الجهات ويغطيو جميع الأقاليم. وطبعا اشتغلنا على الجدادات باش يمكن يكون عندنا عمل مضبوط فيه متابعه دقيقه لما يجري في هذه الحمله الانتخابيه، ولا ما يجري يوم الاقتراع، ولا ما يجري فيما يخص الاعلان عن النتائج. فإلى حدود ساعه نحن بصدد كذلك دراسه حول الترسانه القانونيه، المستجدات القانونية وتأثيرها على النتائج الانتخابية. نحن بصدد دراسة حول الشباب والمشاركة السياسية، ونحن كذلك بصدد مقاربة جديدة لم نشتغل عليها سابقا، وهو متابعة كل الطعون الانتخابية. وطبعا لنا طاقم ما يقارب من 82 مؤطر على الصعيد موزعين باش يمكن لهم يكونوا هاد الشباب للملاحظه اللي تكون دقيقه ومدعمه بوثائق باش ما يمكنش نعطيو نتائج خارج الواقع. تنتهي ماشي غير اليوم انتخابات سيادتنا، نحن التقارير التي نعتمدها هي اليوم التي نستخدمها من اجل الترافع. طبعا النسيج الجمعوي للملاحظه الانتخابيه بصدد اطلاق الديناميه التي دائما يقوم بها عشيه كل انتخابات، فبالتالي هذه الديناميه الجديده تتميز بكونها كتمشي في اتجاه ما يسمى بالديمقراطيه الشامله. هذه الديناميه الجديده علاش؟ لان النسيج الجمعوي خدا بعين الاعتبار بعد الاعاقه، خدا بعين الاعتبار بعد الشباب، خدا بعين الاعتبار بعد الحقوق الانسانيه للنساء وبعد المساواه، واعتبرها قضية مركزية لملاحظة مختلف مجريات الحملة الانتخابية بدءا من تقديم الترشيحات ونهاية بيوم الاقتراع. إذا نسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات غادي يقدم تقرير في نهاية يعني 48 ساعة بعد انتهاء الحملة الانتخابية. واليوم كاين الجديد، كاين الجديد خاصة وأننا اليوم 10 سنوات بعد التعديلات الدستورية. هل الأحزاب السياسية، هل الدولة استطاعت بالفعل أن تقدم لنا تجربة مخالفة للتجارب السابقة على مستوى الحياد وعلى مستوى الإنصاف وعلى مستوى جعل جميع المتبارين يعني المتبارين السياسيين والأحزاب السياسية في نفس المستوى؟ احنا كذلك سنعمل جاهدين وجاهدات على أساس رصد مختلف انتهاكات التي تتطلب الحقوق الإنسانية للنساء في فترة الحملة الانتخابية.